منذ ظهور أول حالة إصابة على أراضيه وحتى الآن ما زال تركيز المغرب ينصب من جهة على إنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي الفيروس وذلك عن طريق الحجر الصحي وقواعد التباعد الاجتماعي كما انصب تركيز الدولة أيضا على الحد من الآثار الاقتصادية للفيروس من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات يذكر منها على وجه الخصوص إنشاء صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وتمديد المواعيد النهائية وتوزيع المساعدات المالية على الأسر الأكثر حرمانا وكذلك استخدام خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي لكن الكل يتساءل عن كيفية الخروج من أزمة كورونا وتدبير مرحلة ما بعد الفيروس عبر وضع وتصدير استراتيجية وطنية وسياسات عمومية تعبر بسفينة البلاد إلى بر الأمان إذن كيف السبيل إلى إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني موضوع حلقة ليلة من برنامج مؤشرات اقتصادية يشاركنا فيها في النقاش السيد إدريس الفينا محلل اقتصادي وجامعي مباشرة عبر سكايب من الرباط مرحبا أهلا وسهلا شكرا كذلك من الرباط أيضا السيد الحسن حداد خبير في القضايا الاستراتيجية مرحبا أهلا وسهلا فاصل ثم نبدأ النقاش أهلا بكم من جديد مشاهدينا إذا قلنا موضوع الليلة هو كيف السبيل إلى إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني بعد مرور أزمة جائحة كورونا أبدأ معك سيد الحسن حداد بطبيعة الحال تحدثنا عن خسائر فادحة سيتكبدها الاقتصاد الوطني كما الشأن بالنسبة للاقتصاد العالمي ولكن حتى نحدد اليوم ما هي القطاعات ربما الأكثر تضررا وما هي القطاعات الأقل تضررا من هذه الجائحة هو اعتمادا على الدراسة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط في بداية أبريل والتي أكدتها كذلك الدراسة قامت بها الكونفدرالية العامة لمقاولة المغرب هناك قطاعات يعني المؤشرين الأساسيين لكي نرى ما هي القطاعات التي تضررت هما يعني رقم المعاملات وكذلك تسريح العمال فالقطاعات التي يعني عرفت يعني أكبر عدد من التراجع في مثل رقم الأعمال وكذلك تسريح العمال هناك المنعشون العقاريون تقريبا 70% من تدهور يعني رقم المعاملات وكذلك أكثر من 70% من تسريح للعمال هذا يعني أكبر قطاع يعني من أكبر القطاعات المتضررة ولكن أكثر من هذا كان قطاع السياحة الذي يعني قارب 70% من تدهور رقم المعاملات لأن هناك يعني متأخرات عن 2019 دخلت لهذا لم يكن مرتفعا أكثر من 70% ولكن تسريحات العمال فاتت 80% إذن هذا قطاع متضرر بشكل كبير جدا وقطاع قريب منه هو قطاع الصناعة التقليدية الذي تدهور يعني فيما يخص يعني رقم المعاملات إلى بحوالي 60% ولكن تسريحات العمال وصلت إلى 70% خصوصا وأن الكثير من العمال الموجودين في قطاع الصناعة التقليدية هم يعني من القطاع الغير المهيكل وهناك كذلك قطاع توقف كذلك تقريبا بشكل يعني كبير جدا هو ما نسميه بصناعة الصناعة الثقافية والصناعة الفنية يعني كل ما هو معارض كل ما هو يعني يعني مظاهرات كبرى إلى غير ذلك كذلك رقم المعاملات ب 60% وكذلك تسريح للعمال بتقريبا 60% ولكن هناك قطاعات لها خصوصية مثلا النسيج يعني أنه رقم المعاملات فقط 54% ولكن تسريح العمال 70% لماذا وقع هذا؟ لأنه الطلبيات التي كانت من فرنسا وإسبانيا يعني رغم أن النسيج يعني بدأوا في العمل وبعد ذلك توقفوا فكان توقف يعني مفاجئ ولكن لم هذا سوف لن يكون له تأثير كبير جدا على المعاملات إلا في الفصل الثاني أو الفصل الثالث هناك كذلك وأختم هنا هناك كذلك قطاع الإعلام أنه تدهورت القوة الشرائية لأنه لا تباع الآن الجرائد ليس هناك يعني إشهار بالنسبة للإعلام ولكنه بالنسبة لتسريح العمال كان دون 40% لأنه الكثير من الصحفيين كثير من العاملين في قطاع الأعمال بقوا يعني أنهم يشتغلون عن بعد ويشتغلون على ما هو رقمي واضح في نفس الإطار دائما معك سيد إدريس الفينا ما هي القطاعات التي ستكون بمثابة الفاتورة الاقتصادية الباهظة بالنسبة للمغرب؟
شكرا. اولا خصنا نرجعوا للطبيعه ديال الازمه التي يعني واكبت هذه الجائحه ديال كورونا فيروس. هي ازمه من طبيعه خاصه، فهي لا تشبه الازمات الاقتصاديه والماليه السابقه، لان الازمات الماليه والاقتصاديه السابقه جاءت عن طريق الاسواق وانهيار الاثمنه. هذه الأزمة جاءتنا عن طريق توقف اضطراري اتخذته الدول لحماية المواطنين. فبعد أن تبين أن هذا الفيروس هو من طبيعة خاصة ويعني الدواء أو الدواء غير يعني لن يكون متوفرا قبل عام ونصف، لا نعم غير متوفرة، اضطرت الدولة لأن تغلق الحدود وتطلب من المواطنين أن يبقوا في إطار الحجر الصحي في منازلهم. إذن هذا جعل المقاولات لا تتوفر على اليد العاملة، جعل بطبيعة الحال المقاولات لا تتوفر على سلاسل التزويد خصوصا التي تأتي من الخارج، وبطبيعة الحال جعل المقاولات تفقد جزء هام من أرقام معاملاتها بشكل اضطراري. الآن ما هي الآثار الدقيقة على الاقتصاد المغربي؟ لحدود اليوم نتوفر على بعض المعطيات، نتوفر على بعض المعطيات الرقمية الدقيقة. لحدود نهاية مارس الأرقام كانت جيدة، يعني رغم أنه كان ديك الساعة الحجر الصحي كان بدا 15 يوم، فالأرقام التي كانت بين أيدينا التي تم نشرها من طرف كل القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع السياحة لم يكن متضررا إلى حدود نهاية مارس. الآن الأرقام التي بدأنا نتوفر عليها مؤخرا إلى حدود يعني الأمس والتي ترتبط بعدد من القطاعات، يمكن لنا أن نقوم ببعض التقييمات الأولية فقط وليس نهائية. مثلا قطاع البناء والأشغال العمومية كان من أكبر المتضررين، حيث أنه فقد ما يناهز 11 مليار من الدراهم من الاستثمارات داخل هذا القطاع، وهو أحد القطاعات المهمة في على مستوى الاستثمار، فقد أكثر من نصف من رقم معاملاته. هناك قطاع السياحة فعلا الذي فقد نسبة هامة من رقم معاملاته خلال شهر أبريل، ولكن هذه النسبة لحدود اليوم هي غير محددة، أن الأرقام لا نتوفر عليها. هناك الأبناك التي أو النظام البنكي، لأنه أهم قطاع يجب أن ننتبه إلى وضعيته. الأرقام التي نتوفر عليها إلى حدود اليوم يظهر أن القطاع البنكي لا زال يستمر في تقديم خدماته بخصوص القروض، بل هناك ارتفاع في شهر أبريل على هذا المستوى. بطبيعة الحال الأزمة ستصل إلى هذا القطاع، ولكن ليس في المرحلة الحالية، في مرحلة موالية. هناك الميزانية العامة التي تهمنا كثيرا، لأن الدولة هي فاعل كبير في الاقتصاد. آخر أرقام التي أصدرتها خزينة المملكة بالأمس، تظهر على أولا تراجع المدخول الضريبي للدولة في حدود 30%. هذا شيء طبيعي بسبب توقف أغلب المقاولات عن نشاطها. النشرة الأخيرة أظهرت أن الضرائب خصوصا الضرائب غير مباشرة تراجعت في حدود 26%، وهذا راجع لتراجع الطلب، كما أن الضرائب الجمركية تراجعت في نفس النسبة، وهذا يعني أن الطلب الخارجي يعني الواردة تراجعت في حدود 27%، وهذا كان منتظرا. على أي حال يعني التقييم الكلي لحدود نهاية أبريل ديال الأزمة ديال فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي تظهر بأنه هذا الأثر سيكون في حدود 30% من القيمة المضافة لهذا الشهر. واضح. سيد الحسن حداد معك الآن، كما قلت في البداية الحكومة منذ اللحظات الأولى اتخذت إجراءات، سواء كانت اجتماعية فيما يخص إعلان حالة الطوارئ الصحية والتباعد الاجتماعي، كذلك إجراءات تهم المقاولات وتهم الأجراء المتوقفين مؤقتا أو كليا عن العمل، كذلك الدعم المباشر للأسر المعوزة. هذه الإجراءات في مجملها إلى أي مدى هي ناجعة؟
هو قبل الإجابة على هذا السؤال فقط، يعني قطاعين يعني أو ثلاثة كذلك مهمين يجب الإشارة إليهم. مثلا في النقل هناك توقف أو هناك يعني ضرر بتقريبا 50%، وهذا الضرر يأتي من أنه نقل البضائع استمر ولكن نقل المسافرين توقف بشكل عام، وكذلك نقل المستخدمين يعني هبط إلى تقريبا 30 أو 40%، وتوقف للنقل السياحي. لهذا كان يعني أنه يعني 50%. بالنسبة لقطاع السيارات، لأنه توقف رونو وبيجو أدى إلى تسريح يعني تقريبا أكثر من 60 إلى 70%، واحتفظوا بالعاملين الآخرين، ولكن رقم المعاملات لم يتدهور بشكل كبير جدا. بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، هناك يعني كثير من العمال الذين غادروا، لأن هذا يعني في أغلبية قطاع غير مهيكل، وغادروا إلى بيوتهم مع دخول الحجر الصحي. إذن هذه يعني مميزات خاصة بالنسبة لهذه القطاعات. بالنسبة للسؤال حول الرد، يعني أنه كان الرد من أوله كان رد يعني منتظم، وكان كذلك يعني سريع، واتخذت إجراءات، وسنتكلم عن طبيعة هذه الإجراءات وهل هي كافية إلى غير ذلك، ولكن كان رد يعني من ناحية القانونية ومن ناحية المؤسساتية، وضع اللجان وكذلك إصدار القوانين إلى غير ذلك، نعرف هذه الأمور. وكان رد كذلك حتى في مواكبة، يعني سواء بالنسبة للعمال الذين تم تسريحهم، تعويضات بالنسبة للمسجلين في الضمان الاجتماعي، طلبات وصلت أكثر من 900 ألف، وكذلك من هم مسجلين، يعني تحويلات بالنسبة للمتضررين الموجودين في القطاع الغير المهيكل، المسجلين في الرميد وغير المسجلين في الرميد. هذه عملية معقدة وهي في طور الإنجاز. ولكن يعني بالنسبة للمقاولات، هناك يعني إعادة جدولة القروض كان فيها إشكالية، لأنه هذه الإعادة جدولة القروض كانت بفوائد زائدة، فتدخلت الدولة يعني مؤخرا الأسبوع الماضي بأنه يعني تأدية يعني ما القروض، يعني أنه تخفيف هذه الفوائد التي يعني أرادت الأبناك أن تزيدها، كذلك أنه سيولة جديدة عبر قروض في ضمان أكسجين الذي سال مداد كثير بالنسبة إليه، لأن هناك تعقيدات بنكية، هناك محاولة الآن من أجل يعني تجاوز هذه التعقيدات، ويجب تجاوز هذه الأمور. ولكن هذه إجراءات نعم مهمة جدا وجاءت في وقتها، ولكنها ليست كافية بالعمل على حجم الضرر الذي لاحق المقاولة، لاحق يعني الاقتصاد الوطني. أنا أظن أنه يجب أن تكون هناك إجراءات أكثر جرأة، يجب أن يكون هناك تدخل للسيولة أكثر، يجب أن تكون هناك ربما يعني تأجيل الأداء الضريبي ولأداء كذلك المساهمات الاجتماعية أكثر. وبالنسبة للقطاعات الأكثر تضررا التي تكلمنا عنها من قبل، يعني مثل السياحة، مثل العقار، مثل يعني النسيج، مثل الإعلام إلى غير ذلك، مثل الصناعات الثقافية، يجب أن يكون هناك يعني معاملة خاصة، نتمنى أن تكون. نعم. سوف نتذكر على هذه القطاعات سيد الحسن حداد في وقت لاحق. نفس الإطار سيد إدريس الفينا، هل هي إجراءات كافية وناجعة؟ كما سبق زميلي وأن صرح به، فالدولة وضعت مجموعة من الآليات والميكانيزمات للحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة، سواء على المواطن أو على المقاولة، لحماية نسيج المقاولة. إذن هذه الإجراءات أولا كان على رأسها وهو إحداث صندوق خاص بجائحة كورونا، الذي تم يعني الذي ضخت فيه ما يناهز 35 مليار من الدراهم في شكل أولا مساهمة كبيرة للميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية والشركات العمومية والقطاع الخاص والأجراء. وهذه يعني تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم، لأن كل الدول الأخرى التي أحدثت صناديق من هذا النوع كانت يعني تم ضخ اموال الميزانيه العامه، يعني تمت على حساب يعني ما يسمى بالعجز، في تم تمويلها بالعجز في الميزانيه. اذا يعني التجربه المغربيه هي كما قلت تجربه فريده، سمحت لحدود اليوم من تغطيه تعويضات اكثر من 900 ألف اجير تم تعويضهم. نعم، تم تعويض. إذا هذه ليست مداخيل وليست يعني أجور، بل هي تعويضات فقط للأسر المتضررة من مختلف القطاعات ما فيها القطاع الغير مهيكل. واضح. كما تم كذلك يعني إحداث يعني صندوق للضمان،
الصندوق المركزي للضمان الذي تدخل بشكل مكثف لضمان القروض للمقاولات من اجل ضمان خزينه هذه المقاولات، لان المشكل اليوم بالنسبه للمقاولات المتضرره هو مشكل الخزينه لا تريزوري التي تضررت. بالنسبه لرقم المعاملات فهذا مشكل اخر، يعني يصعب على الدوله تعويض الفقدان في ارقام معاملات الشركات خصوصا الشركات الكبرى لان ارقام كبيره جدا. اذا ما قامت به الدوله كما هو معمول في باقي دول العالم هو الحد من الاثار على ما يسمى بالكلفه الثابته للمقاولات، وكذلك ضمان سيوله لكي تتمكن المقاولات من ان تستمر في العمل خصوصا ما بعد الجائحه. واضح. نعم، أعود إلى القطاعات سيد الحسن حدد. تحدثنا قلنا بصفة كبيرة عن قطاع السياحة الذي تضرر بسبب جائحة كورونا في المغرب. هذا القطاع، ما هي الاقتراحات ربما حتى ننهض بهذا القطاع مستقبلا وحتى نعيد له انتعاشته، خصوصا وأن وزارة السياحة في الأسبوع الفارط اقترحت استراتيجية كان من أبرزها التشجيع على السياحة الداخلية. اولا نعرف يعني انه ثقل القطاع، هذا قطاع مهيكل، هذا قطاع له تاثير مباشر على قطاع الجلد، على قطاع الـ يعني الصناعه التقليديه، على النقل السياحي وعلى الطيران. اذا هذا قطاع مهيكل، وكذلك انه هذا القطاع هي 2.5 مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر، هي فيها تقريبا 400 الف منصب شغل غير قار، يعني أنه مقدم الخدمات في 121 ألف منصب قار بالنسبة لما يسمى بمتوسطي والعالي، يعني نعم. بالنسبة للإدارة فيها 11 ألف يعني مقاولة، هي 77 مليار درهم من العائدات يعني العملة الصعبة، 130 مليار درهم مرق معاملات. هذا قطاع مهم جدا بدرجة كبيرة جدا. إذا أنا أظن أنه يعني ربما سيفقد هذا القطاع 60 ألف منصب شغل حسب الدراسة التي قامت بها الكونفدرالية الوطنية للسياحة. 60 ألف شغل يعني سوف لن يرجعوا لعملهم، 200 ألف منصب شغل ومزودي الخدمات ربما سينزلون إلى حافة الفقر، وهناك ربما تقريبا 3300 مقاولة هي في خطر أنها الاندثار. إذا هذا يعني إشكالية كبيرة جدا بالنسبة لهذا القطاع. إذا ما هي ملامح الخطة العاجلة والآنية اليوم لقطاع السياحة؟ ما يجب العمل عليه أولا أنه كل ما هو قروض يجب تأجيلها لسنتين بالنسبة لقطاع السياحة، كل ما هو يعني بالنسبة للضرائب وبالنسبة للمساهمات الاجتماعية للمقاولات إلى يجب إرجاؤها إلى غاية 2021، يجب إعطاء قروض على 5 سنوات يعني بدون فائدة مع يعني بداية تسديد من بعد سنة من الآن. نعم. وكذلك يجب وضع الشروط، ما قالت وزارة السياحة بالنسبة للسياحة الداخلية يجب وضع الشروط لهذه السياحة. تعرف أن السياحة الداخلية هي الضريبة على القيمة على الشركات هي 30%، بينما السياحة الخارجية يعني الضريبة هي 17.5%. إذا يجب العمل على هذه المسألة. المسألة أنه وضع كذلك أنه يعني أمور يعني جاذبة بالنسبة للطبقة المتوسطة المغربية التي تضررت بفعل الجائحة كذلك، يعني وضع يعني تسهيلات ضريبية مهمة جدا بالنسبة للناس الذين يريدون أن يسافروا، وكذلك يعني تسهيلات فيما يخص النقل وفيما يخص الطيران بالنسبة للوجهات البعيدة. إذا وضعنا كل هذه الأمور وضعناها بجرأة وعملنا مع الفاعلين المهنيين سوف ننقذ القطاع إلى تقريبا 60-75%، سوف لن ننقذه إلى 100%. نعم، في نفس الإطار سيد ريس الفيني، هذا القطاع الحيوي قطاع السياحة في المغرب، كيف سبيل لإنقاذه؟ ما هي الخطة المستقبلية ربما التي ستكون بمثابة المنقذ لهذا القطاع؟ المغرب بطبيعة الحال لا يمكن أن يعتمد فقط على تجربته الداخلية، فهذا القطاع مثلا في فرنسا هو قطاع رائد، وفي إسبانيا وكذلك قطاع جد رائد، وفي تركيا. إذن المغرب يمكنه أن يستلهم الإصلاحات أو الإجراءات التي من شأنها إعادة إنعاش هذا القطاع إلى مختلف التجارب التي يمكنه أن تستعمل هذه الدول. الآن بالنسبة للخارج فالحلول
الحدود يعني ستبقى يعني هناك تأخر في استرداد السياحة الخارجية، لأن الطيران أو النقل العالمي لا أعتقد أنه سيكون جاهزا قبل يوليوز أو في حدود سبتمبر المقبل، حتى يعني الأفراد أو السياح بعد هذه الجائحة، فستكون هناك ضعف في القدرة الشرائية وبالتالي ضعف الطلب على السياحة الدولية. إذن هناك مشاكل متعددة ستأتينا من الخارج، وهذا يعني أنه مدخولنا من العملة الصعبة الخاص بهذا القطاع الذي يناهز 67 مليار من الدراهم ستتراجع بنسبة فعلا يمكن أن تناهز 50 إلى 60%. الآن يجب الرهان على السياحة الداخلية في الفترة الحالية، هذا هو كل ما يمكن أن نقوم به في المغرب، ولكن سياحة رجال الأعمال وسياحة يمكن أن تستمر، وهذا كذلك هو إمكانية للخروج من أزمة هذا القطاع الذي يحقق رقم معاملات يناهز ما بين 90 إلى 95 مليار ديال درهم. يعني الآثار ديالو ستكون شيئا ما يعني آثار يعني كبيرة على الاقتصاد المغربي. طيب معك سيد الحسن، قلنا أنه قطاع السياحة في حد ذاته مرتبطة به عدة قطاعات في المغرب مثل قطاع الصناعات التقليدية، ما السبيل لإنقاذ هذا القطاع، خصوصا كما ذكرتم في الأول أن هذا القطاع يشغل عددا لا بأس به من الأشخاص في القطاع غير المهيكل؟ هو هذا القطاع هو قطاع مهم جدا واستراتيجي بالنسبة للمغرب وبالنسبة للثقافة المغربية، ولكنه قطاع اجتماعي يشغل 2.3 مليون شخص، 20% من يعني من الشغيلة المغربية تشتغل في قطاع الصناعة التقليدية، الأغلب يعني قطاع غير مهيكل، وكذلك يعني أنه الإنتاج يعني تقريبا 1.1 مليون من النساء والرجال يشتغلون في إنتاج الصناعة التقليدية، و450 ألف يعني منصب شغل هو في يعني إنتاج صناعة تقليدية ذات حمولة ثقافية كبيرة، إذن استراتيجيا مهم بالنسبة للثقافة المغربية، بالنسبة يعني الثقافات المتعددة في المغرب. وهذا القطاع هو 6.5 من الناتج الداخلي الخام، وينتج تقريبا 100 مليار درهم، يعني فهو يعني مهم جدا وملتصق بشكل كبير جدا بالسياحة. المشكلة أنه هناك يعني منافسة من بضائع تأتي من الخارج، وليست هناك يعني ضرائب على هذه البضائع كبيرة جدا حتى تعطي التنافسية بالنسبة للصناعة التقليدية المغربية، هذه المشكلة موجودة ويجب العمل عليها. هناك كذلك وجود الوسطاء الذين يعني لأنه الصانع التقليدي يعني هامش الربح قليل جدا، ولكن الوسطاء اللي هم البازارات إلى غير ذلك هم الذين يجنون أرباح كبيرة جدا من هذا، وكذلك أنه إشكالية هيكلة هذا القطاع هذا. أنا أظن أنه ما يجب العمل عليه الآن هو أنه وضع حد لاستيراد كثير من البضائع الصناعة التقليدية عبر حواجز جمركية وغير جمركية، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهو إعطاء إمكانية أكبر للصانع التقليدي أن يبيع بضاعته مباشرة دون المرور عبر البازارات، وهذه مهمة جدا، ولكن كذلك هذه مناسبة لإعادة هيكلة هذا القطاع وإدخاله في الدورة الاقتصادية المهيكلة حتى يستفيد كذلك من دعم أكبر من الدولة. سيد رسل، فينا هل من إضافة في هذه النقطة فيما يخص الصناعة التقليدية، وكيف يمكن أن نقوم بإنقاذ هذه الشغيلة المهمة التي تعمل في هذا القطاع؟ لحسن الحظ بالنسبة للصناعة التقليدية أن جزء هام من منتجاتها هي تتجه للسوق الداخلي، واليوم جميع الدول تتجه إلى الحد من الواردات والتوجه نحو المنتجات المحلية. إذن المغاربة مطالبون لكي ننعش الاقتصاد هذا القطاع أن يستهلكوا المنتوج الوطني الذي يمكن أن يعوض أشياء كثيرة كنا نستوردها من الخارج، ويمكن كذلك أن يساهم في التقليل من الضغط على العملة الصعبة. إذن استهلاك المغاربة للمنتوج الوطني هو الحل
لإنقاذ الصناعة التقليدية، علما أن يجب أن نعلم أن جزء كبير من ساكنات البادية كذلك تعتمد على الصناعة التقليدية. إذن إنعاش هذا القطاع هو إنعاش للمدن وإنعاش للبادية. بخصوص الإصلاحات الهيكلية، فهذا القطاع بطبيعة الحال من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المشغلة والمهمة. نعم. هو يحتاج فعلا إلى إصلاحات، ولكن الإصلاح الأساسي هو أن يستهلكوا المغاربة المنتوجة الوطني. هناك قطاعات داخلة، لأن الصناعة التقليدية هي عدد من التخصصات، هي البناء التقليدي، هي الخياطة، هي النحاس، هي وعي الجلد. إذا هناك قطاعات أعتقد بأنه لو تم يعني رفع الاستهلاك المحلي منها فإنها ستنتعش أكثر مما يمكن أن نعتقد. واضح. نواصل النقاش ولكن هذا بعد هذا الفاصل الإشهاري. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في هذا العدد من برنامج مؤشرات اقتصادية. أذكر موضوع حلقة اليوم هو كيف السبيل إلى إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني طبعا بعد مرور أزمة كورونا. أنتقل إليك سيد حسن حداد، تحدثنا عن قطاعات مهمة كالسياحة، كالبناء، كالصناعات التقليدية، ولكن هناك القطاعات التي تصدر منتجات إلى الخارج مثل قطاع صناعة السيارات والطيران والنسيج. ما مصير هذه القطاعات مستقبلا؟ هو بالنسبة لقطاع السيارات هو كان قطاع ناجح بشكل عام، لأنه كان مندمج في سلاسل القيم على المستوى الدولي، وهو كذلك منافس بشكل كبير جدا. المغرب يعني يحتل الصدارة في إفريقيا، وكذلك هو قطاع يعني مصدر، ويعني يجلب من العملة الصعبة تقريبا 77 مليار درهم، إذا 26% من الـ الصادرات تأتي من قطاع يعني من قطاع السيارات، ويشغل بشكل كبير جدا 27% من الشغل في الميدان الصناعي تأتي من السيارات. وهذا يعني أنه كان هناك يعني جهود مهمة جدا لجلب يعني مستثمرين كبار، خصوصا بالنسبة لرونو وبالنسبة لبيجو، وهذا خلق ما يسمى بإيكو سيستم، يعني منظومة متكاملة فيها تقريبا 100 شركة يعني تصنع الأجزاء من السيارات. إذن وكذلك يعني كان يعني النجاح لأنه كانت بنية تحتية مهمة جدا، والوصل المغرب في يعني تقريبا 700 ألف سيارة، وهناك يعني كانت هناك استراتيجية للوصول إلى 1 مليون سيارة في السنة. إذن هذه كلها أمور مهمة جدا. الآن بعد يعني التدهور في سلاسل الإنتاج وكذلك في الطلبيات والتدهور في اقتصاديات أوروبا التي سينتج عن كورونا، ما مصير يعني بالنسبة لصناعة السيارات؟ هل سيكون نفس الإقبال من إسبانيا وفرنسا وكثير من الدول؟ أنا أظن أنه سيكون هناك تدهور في هذا الإطار. لهذا فصناعة السيارات عليها أن تنوع يعني الصادرات، ليس فقط إلى أوروبا وتركيا، يعني البحث عن أسواق جديدة في الدول العربية، في الدول الإفريقية، في أمريكا اللاتينية. هذا يتطلب جهودا كبيرة جدا. والمسألة الأخرى أنه يجب كذلك فتح السوق الوطنية، لأنه يعني ربما إذا تم العمل على أنه ربما يعني بعض الحواجز في وجه الواردات من السيارات الفخمة، ربما دفع السوق الوطني على استهلاك ما ينتج في المغرب، هذه مسألة كذلك أخرى. وكذلك تنويع الاعتماد، لا نعتمد فقط على رونو وعلى بيجو، لكن اعتماد على يعني على يعني ربما مصنعين آخرين، وكذلك الدفع، لأنه الآن وصلنا نسبة الاندماج على مستوى سوق السيارة 67%، ربما يكون يعني من هنا 5 سنوات يكون نسبة الاندماج 80%، على أمل أن نصل أن نصنع سيارات مغربية 100% يعني ربما في المستقبل البعيد. بالنسبة للطيران، هو كذلك يعني سكسس ستوري، كذلك يعني نجاح كبير جدا. رقم المعاملات ليس كبير جدا بالشكل الذي يعني بالنسبة للسيارات، ولكن هذه سيارة واعدة، والمغرب من الدول يعني القليلة يعني مثل المكسيك وكوريا والصين والمغرب، هم من يزودون مثلا ايربيس ويزودون بوينغ بقطع يعني الطيران،
وتصل نسبة الاندماج إلى 37%. كان عندهم هدف أنهم يصلوا إلى 42%، ولكن الآن التدهور وما سيشوب قطاع الطيران من مشاكل. تعرفون بأنه كثير من يعني شركات الطيران الآن يعني أنها يعني توقفت عن العمل بشكل نهائي، ربما حتى الطلبيات التي كانت على بوينغ وعلى إيرباص ستنخفض، وهذا سيكون له تأثير على الطيران، على يعني صناعة الطيران في المغرب، وسوف تأخذ وقتا قبل أن يعني أن تستعيد عافيتها. بالنسبة للنسيج، أنا أظن أنه سوف ننتظر تقريبا سنة حتى يسترجع عافيته، لأن كان طلبيات موجودة الآن، كانوا أصحاب النسيج سيبدأون في العمل، ولكن اشتروا يعني المواد الأولية، بقيت المواد الأولية، والآن يعني أنه ربما الطلبيات المقبلة سوف لن تكون إلا في أواخر شهر 2020 أو بداية 2021، مع العلم أنه ينتظرون 6 أشهر قبل الأداء من طرف الطلبيات. تأتيهم أكثر من إسبانيا وفرنسا، وأظن هذه الطلبيات كذلك ستعرف تدهورا. إذن أصحاب النسيج ربما سنة قبل أن يستعيدوا عافيتهم التي كانت لهم، الذي هو قطاع كذلك مشغل وقطاع أساسي بالنسبة للصادرات المغربية، يصدر تقريبا 40 مليار درهم ويشغل أكثر من 100,000، هو قطاع مهم جدا بالنسبة للصناعة المغربية. نعم، هل بالإضافة سيد دريس لفينا فيما يخص القطاعات قلنا المصدرة مثل السيارات والطيران والنسيج؟ فعلا الصناعات المصدرة المغربية ستتأثر بالطلب العالمي الذي سينخفض، وهذا خارج عن يعني عن إرادة المصنعين المغاربة، وهذا يجعل المغرب يفكر كثيرا وجيدا بخصوص مستقبل صناعاته، خصوصا الصناعات التي تتأثر بالأسواق الدولية. لابد من تذكير بأن الصناعة بشكل عام في المغرب هي صناعة يعني يغلب عليها طابع التحويلي، وهذه الصناعات لن تتأثر بهذه الأزمة بشكل كبير، فخصوصا الصناعات الغذائية التي تشكل عمود في قاري الصناعة المغربية هي صناعات يمكن أن تتحسن يعني نتائجها في هذه الأزمة باعتبار طلب العالمي على المواد الغذائية المحولة. باقي القطاعات الآثار الأزمة عليها ستكون يعني متغيرة حسب طبيعتها، ولكن بشكل عام حسب التقديرات التي قمنا بها فقطاع الصناعة المغربي لن يتأثر إلا في حدود 5%. بالنسبة لقطاع ما يسمى بالصناعات المغربية العالمية يعني السيارات وتركيب الطائرات، يجب أن نعلم بأن قيمتها المضافة على التراب المغربي هي ضعيفة جدا، وبالتالي فآثارها على الاقتصاد المغربي ستكون جد محدودة، ولن تؤثر علينا كثيرا. يمكن أن تؤثر على الشركات الأم في بلدانيا كشركات رونو وشركات يعني إيرباص ومركبة لأجزاء السيارات، ستؤثر عليها هي، ولكن لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي. نعم، واضح. بالنسبة للصادرات بصفة عامة سيد الحسن حداد، ليس فقط السيارات أو الطيران أو النسيج، الصادرات المغربية بصفة عامة، ما هو السيناريو المحتمل المستقبلي؟ هو بالإضافة إلى ما قلناه، هناك يعني الصادرات فيما يخص صناعة المواد الغذائية التي تأثرت بشكل قليل جدا، ولكن يعني إذا أخذنا يعني هذه صناعات مهمة جدا بالنسبة لاحتياط العملة الصعبة، بالنسبة يعني لمناصب الشغل، يعني سواء بالنسبة للسيارات، إذا أخذت السيارات وصناعة النسيج والمواد الغذائية وكذلك الطيران إلى غير ذلك، هذه تشغل أكثر من 300,000 منصب شغل، وهي يعني أكبر المزود للعملة الصعبة، إذن مهمة بالنسبة للاقتصاد المغربي بشكل كبير جدا. الإشكالية الموجودة هي أنها تعتمد على الخارج بشكل كبير جدا، وليس لها يعني تقل على مستوى يعني الاستهلاك الداخلي، هذا ما يجب العمل عليه. ولكن الصادرات بشكل عام
في المغرب يجب أن تكون هناك يعني سياسة لدعم الصادرات المغربية بشكل عام. أولا ما نسميه بالميد إن موراكو، يعني لم يتم العمل على تطويره بشكل عام، ويكون هناك يعني علامة تسمى ميد إن موراكو وتكون يعني أنها معروفة على المستوى الدولي. هذا يعني كان ورش ولكن لم نتقدم فيه بشكل كبير جدا، يجب التقدم فيه لتحسين وإعطاء يعني أكبر يعني إعطاء يعني جاذبة أكبر بالنسبة للصادرات المغربية. المغرب لا يصدر إلا 0.14% يعني أنه الصادرات على المستوى العالمي، يجب أن نصل إلى 2% من الصادرات على المستوى الدولي، وهذا يتطلب يعني عمل مضني أكثر بما يمكن تصديره يجب تنويعه. هذا ما يسمى بالعرض التصديري المغربي، هو محدود في النسيج، في السيارات، في الطائرات، في المواد الغذائية وفي الفوسفات، يجب تنويعه بشكل كبير جدا حتى يمر إلى كثير من الصناعات، ويجب تطوير هذه الصناعات على المستوى المحلي. يكون هناك استهلاك محلي ل40% ولكن 60% يمكن أن نصدره إلى الخارج. وكذلك يجب أن نقوم بعمل يعني مع أوروبا الآن، أنه حين استيقظت أوروبا وأمريكا يعني في خضم هذه الجائحة، وجدوا أن 80% من سلاسل الإمداد هي معتمدة على الصين. يجب على المغرب الآن أن يقول نحن قريبين من أوروبا، يقول الأوروبيين نحن قريبين منكم، ولنا يعني من الإمكانيات في ما في قطاعات معينة أن نصنع قطع الغيار بدون اعتمادكم على الصين التي هي بعيدة ب 45 يوم ونحن بعيدين فقط بثلاث أيام على الباخرة، وكذلك بدون كلفة يعني سياسية كما يعني اتضح بالنسبة لأوروبا وبالنسبة للصين. المسألة الأخرى التي يجب العمل عليها هو في صناعة الأدوية والصيدلة، هذه مهمة جدا صناعة الأدوية، والمغرب له صناعة متطورة بالأدوية، ولكن هناك عوائق كبيرة جدا يجب أن يطور هذه الصناعة، خصوصا بالنسبة للتصدير إلى إفريقيا. هناك حاجة كبيرة جدا على مستوى إفريقيا، وهناك قطاع كذلك المغرب متأخر فيه بشكل كبير جدا، هو علامة حلال. علامة حلال هي 2000 مليار دولار من الصناعة على المستوى الدولي. أمريكا متربعة على عرش ما هو صناعة حلال، هذا يعني مفارقة كبيرة جدا، بينما بالنسبة للمغرب يمكن أن يطور الصناعة الغذائية حلال لمليار ونصف مليون مسلم موجودين على المستوى العالمي، ويصدر لهؤلاء، ويمكن العمل، ولكن يجب وضع يعني استراتيجية للعلامة الحلال في كثير من الصناعات الغذائية، وهذا كذلك سيكون مهم بالنسبة للصادرات بالنسبة للمغرب. نعم، دائما في نفس المجال، في الصادرات والصناعات، سيد دريس الفينا مؤخرا وزير الصناعة والتجارة مولاي حفيظ العالمي قال في تصريح أخير أنه بعد جائحة كورونا، بعد مرور الأزمة، الاتحاد الأوروبي سوف يكون أمام تغيير في اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه في المغرب، ويجب أن يكون هناك تفكير عميق لتغيير هذه الاتفاقيات. أي تعليق على هذا؟ بالفعل كل دول الآن وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكون مضطرة لتغيير استراتيجيتها بعد هذه الجائحة، وهذا التغيير سيكون أولا من الحد من تنقل رؤوس الأموال الداخلية من هذه الدول نحو دول أخرى، لأنه تبين جليا أن هذا المسار الذي يعني سارت عليه هذه الدول المتقدمة في نقل صناعاتها إلى الصين ودول أخرى لم يكن في صالح على المدى البعيد، واليوم هذه الدول وجدت نفسها في وضعية صناعية ضعيفة أمام مثلا كوريا الجنوبية وتايوان والصين، القوة يعني الصناعية العالمية الجامحة التي يعني لها رغبة في يعني التحكم في الصناعات العالمية وفي سلاسل الإنتاج العالمية. إذن هذا التحول في التفكير يجعلنا كذلك في المغرب نفكر جليا في إعادة النظر في استراتيجية التسريع الصناعي التي تم وضعها مؤخرا، فهي كما يمكن أن ننتبه إليه تعتمد على رؤوس الأموال الخارجية وتعتمد على صناعات لا نتحكم في سلاسل إنتاجها. رأينا مثلا هذه ما يسمى بصناعة تركيب السيارات في المغرب، فكما قلت فأولا قيمتها المضافة على التراب الوطني ضعيفة جدا، وبعكس ما يمكن أن نعتقد بخصوص
الرقم، لأننا عندما نتكلم عن 74 مليار درهم من رقم المعاملات لا نأخذ بعين الاعتبار ما يتم استيراده من مواد تدخل في تركيب السيارات، مما يجعل الفرق ما بين المدخلات والمخرجات ضعيف جدا. رونو نيسان لا تشغل أكثر من 9000 مشغل حسب يعني تقارير ديال هذه الشركة. إذن يجب الانتباه إلى عدد من الأرقام التي نحن بعض المرات يتم تضخيمها إعلاميا. الآن كما قال السيد وزير الصناعة يجب أن نتجه كما فعلت تركيا ودول أخرى نحو أولا تصنيع كل ما نحتاجه داخليا، وهذا ممكن ويمكن في مرحلة ثانية اتجاه إلى أو تصدير بعض يعني المنتجات الصناعية التي يتوفر المغرب على تميز بخصوصها، وهناك العديد من المواد التي يمكن والتي توفر المغرب على مثلا يعني المواد الأولية التي تدخلها بشكل كبير، ويتوفر كذلك على خبرة فيها بشكل كبير أن يصبح رائدا فيها، وهذا يعطيه سبقا لأن القيمة المضافة ستكون كبيرة، وحتى العمال الذين يمكن أن يشتغلوا في هذه القطاعات سيكونوا بعدد كبير. إذن مسألة إعادة النظر كما قلتم في استراتيجية الصناعية المغربية أصبح اليوم أمرا ملحا بشكل كبير جدا. في نفس النقطة سيد الحسن حداد، الاتفاقيات التي وقعها المغرب، اتفاقيات التبادل الحر سواء مع الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية أكادير أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، هل وجب إعادة النظر فيها ما بعد أزمة كورونا؟ هل ستصبح غير صالحة بعد هذه الأزمة؟ أنا أظن أن الاتفاقية التي هي مجحفة في حق الصناعة المغربية بشكل كبير جدا هي الاتفاقية مع تركيا. اتفاقية أكادير يجب الاستمرار فيها. هناك إشكاليات وقعت مع مصر تقول بأن السيارة ليست مغربية، ولكن المغرب يقول بأنه نسبة الإدماج هي 67%، أنه 67% من أجزاء السيارة تصنع داخل المغرب و33 يعني تأتي من الخارج كأجزاء السيارات. هذا إشكال في إطار اتفاقية أكادير يجب العمل عليه. ولكن بالنسبة لتركيا أنه يجب أن يكون لنا يعني الذكاء الاقتصادي حتى نعرف كل البضاعات التي تستورد من تركيا هي بضاعات تركية وفيها نسبة الإدماج مرتفعة. مثلا إذا أخذت مثلا الملابس، كثير من الملابس التي تقول تركيا بأن ملابس هي تركية هي مصنعة مثلا في بنغلاديش، إذا لا يمكن أن تدخل في إطار اتفاقية التبادل الحر. وكذلك يجب يعني حين يكون هناك نوع من الإغراق يجب التعامل مع هذا بحزم كبير جدا، يعني سواء فيما يخص المواد الغذائية أو الملابس أو يعني المواد المنزلية، و يعني انه اعاده النظر في هذه الاتفاقيه لانها ليست يعني لانها مجحفه بالنسبه للصناعه المغربيه. ولكن كذلك هناك صناعات فيها يعني تنافس من واردات من الصين، يعني كمثلا قطاع البناء، مواد البناء قطاع متطور في المغرب ومهم جدا، ولكن مواد البناء، وهناك صناعات اخرى يعني غذائيه وغير غذائيه، يعني انه هناك يعني استيراد كثير من الامور يجب التعامل معها بشكل ان تكون هناك يعني نوع من الحواجز الجمركيه وغير الجمركيه من اجل يعني حمايه الصناعه الوطنيه. ولكن الاشكاليه الكبيره بالنسبه للصناعه المغربيه هو انها فقط اعتمدت على المهن العالمية للمغرب، واعتمدت فقط على التصدير، واعتمدت فقط على يعني أنه سلاسل الإنتاج في قطاعات معينة، وكانت هناك قاعدة صناعية من قبل تم الابتعاد عن هذه القاعدة الصناعية لأن الكثير من المستثمرين ذهبوا إلى ميدان العقار وميدان الفلاحة وتركوا الصناعة. ولكن كذلك لم يكن هناك دعم لقطاعات كنا لنا فيها يعني سبق كبير جدا وكانت متجهة للسوق الداخلية كالإطارات السيارات كالدراجات النارية ككثير من قطع الغيار اللي كانت موجودة مثلا في الدار البيضاء في عين السبع وفي مناطق أخرى من المغرب. إذن يجب إعادة النظر ويعني وضع أسس لصناعة يعني لسياسة صناعية متجهة نحو الاستهلاك الداخلي بتقريبا 40-50%. يجب العمل على عوامل يعني الصناعة يعني عوامل الإنتاج الصناعي، يعني أنه الولوج إلى العقار لا زال مرتفع بالنسبة للمغرب، أنه العراقيل الإدارية مرتفعة بشكل كبير جدا في المغرب، يجب تدليل هذه العقبات بالنسبة. ولكن الإشكالية الكبرى هي التمويل، أنه البنوك المغربية لا تمول الاستثمارات الصناعية إلا تقريبا 10%،
وكثير من التمويلات تكون حسب يعني لي ديباسمون، يعني انه مساعده في السيوله وليست هناك يعني تمويلات لمسائل استثماريه بعيده المدى. اذا انا اظن انه يجب خلق بنك عمومي خاص يعني بدعم الصناعه الوطني ودعم الاقتصاد الوطني، كما كان يعني بالنسبه للبين دي او صندوق الانماء الاقتصادي، يجب الرجوع الى هذه الفكره من اجل دعم يعني خلق صناعه وطنيه يعني معتمدة على السوق الوطني، على الرأسمال الوطني، ودعم يعني الاستمرار في الصناعة الموجهة نحو الـ يعني التصدير، وهذين القطبين يعني يكونان يعني أساس لصناعة وطنية مندمجة تلبي حاجية السوق الداخلي وكذلك منخرطة في العالم. نعم، على أرض الواقع سيد إدريس الفينا، هل للمغرب الإمكانيات والقدرات الكافية من أجل تطبيق هذه الاستراتيجيات والتصورات النظرية على أرض الواقع مستقبلا أم لا؟ نعتقد أن المغرب يدير يعني يوما بعد يوم، خصوصا في جائحة كورونا، أنه له إمكانيات صنع هائلة ولكنها إمكانيات نائمة. فمثلا الكمامات تبين لنا أنه أصبحنا نصدرها، صناعة أجهزة التنفس. السارب أن الاختبارات لم نتمكن من تصنيعها بشكل كبير، علما أنه المغرب يتوفر على صناعات يعني صناعات شركات صناعة أدوية جد كبيرة وتصدر بشكل كبير نحو باقي العالم. إذن أقول بأن الإمكانيات الكامنة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الصناعة هي جد جد مهمة. للأسف الاستراتيجيات التي تبنتها الحكومات المتعاقبة منذ استراتيجية الإقلاع الصناعي الأولى إلى باقي الصيغ التي جاءت بعدها إلى الصيغة الأخيرة التي تسمى استراتيجية التسريع الصناعي، هذه الاستراتيجيات تعطي أهمية للصناعات المهن العالمية، وهي لا أعتقد بأن مهمة للمغرب، ولا يمكن أن يكون له موقع قدم مهم فيها. وحتى إن كان له موقع قدم فيها فإن قيمتها المضافة كما أقول دائما على الاقتصاد المغربي جد ضعيفة، في الوقت الذي نتخلى عن مجالات يمكن أن تخلق تراكم على مستوى رأس المال الصناعي المغربي، وهذا هو ما ينقصنا كثيرا. بطبيعة الحال هناك بعض العناصر الأخرى التي تجعل الصناعة لا تتطور في المغرب عندما نعود لجهات المملكة، فالصناعة متمركزة في منطقتين في المغرب، الدار البيضاء وطنجة، وتأتي بعدها كل من جهة الرباط ثم جهة فاس، وهناك مناطق للأسف هي يجب أن تكون رائدة في الصناعة وللأسف ضعيفة، منها مثلا أكادير الصناعة اليوم ضعيفة فيها، جهة بني ملال خنيفرة كذلك. إذن كيف يمكن إنقاذ اقتصادات الأقاليم وإنعاشها مع مراعاة الاختلافات فيما بين الأقاليم والجهات؟ هذا كما قلت، لأن الحمد لله جهات أو اقتصاديات جهات المملكة هي اقتصاديات متنوعة كطبيعة الاقتصاد المغربي، لا توجد جهة لا اقتصاد يعني محدد، لا يعني أنشطة محددة. فكل جهات لها أنشطة متعددة تذهب من السياحة إلى الصناعة التقليدية إلى الصناعة إلى قطاع الخدمات إلى البناء، وهذا يجعل اقتصاديات الجهات في المملكة اقتصاديات مبنية على ركائز يعني متينة شيئا ما. الآن مثلا جهات مراكش أسفي ستتأثر بشكل كبير، لأن قطاع السياحة وهو العمود الفقري لاقتصاد هذه الجهة سيتأثر بشكل كبير، وبالتالي فإن من المحتمل أن تتأثر الجهة بشكل كبير خلال الشهور المقبلة. تنويع اقتصاديات الجهات هو أمر الآن حتمي لكي نقوي الاقتصاد الوطني. بطبيعة الحال هذا التطوير يجب بناؤه على أساس استراتيجيات واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة داخل هذه الجهات، وهي إمكانيات أعتقد جد جد كبيرة. كما قلت أعطي مثال بجهة بني ملال خنيفرة، فيتوفر على قطع فلاحي رائد، ولكن بالمقابل لا نجد داخلها صناعات غذائية متطورة
زميلي تكلم عن المنتجات بيو، تكلم عن المنتجات الفلاحية البيو، تكلم عن الحلال أقول البيو. المواد الفلاحية بيو هي مطلوبة اليوم وطنيا وعالميا، ويمكن أن تكون بعض الجهات رائدة في هذه المنتجات وتعطي لزخم الاقتصاد المغربي. واضح. نقطة الختام سيد الحسن الحداد، عنوان البروتوكول الذي يجب اتباعه من أجل إعادة تشغيل جميع القطاعات بأمان. لا فقط يعني نقطة واحدة فيما يخص الأقطاب يعني الجهوية، أنا أظن أنه هذه مسألة أساسية جدا، ويجب أن تلعب فيها البنية التحتية واللوجيستيك دورا مهما جدا، يعني أنه طنجماد هي التي أعطت لطنجة وصارت قطبا صناعيا مهما. أن في حين يتم استكمال بناء الناظور، يعني ميناء الناظور، ومع يعني مع طريق السيار وجدة والناظور سيصير قطبا صناعيا مهما، لانه يعني لان اللوجيستيك والبنية التحتية يعني تتبع ذلك. وما نقوم به الان يعني بالنسبة لأكادير والأقاليم الصحراوية في إطار إدماج على مستوى البنية التحتية بميناء الداخلة وكذلك الموانئ الموجودة على مستوى أكادير للصيد البحري والطريق الذي سيكون سيعطيها كذلك اندماجا، يمكن أن يعزز من الصناعة يعني الصناعة على مستوى الجوي. وبالنسبة لبني ملال خنيفرة، يعني أنه خصوصا بالنسبة للأجروبول التي هي في إطار الآن أن التطور على مستوى بني ملال بالنسبة للصناعات الغذائية وكذلك على مستوى خريبكا فيما يخص الصناعات المعدنية وإمكانية وضع يعني مركب كبير جدا للصناعات المعدنية، خصوصا وانه الان يعني البنيه التحتيه تناسب ذلك. اذا كختام بالنسبه لهذه الحلقه، انا اظن ان هذه يعني الكورونا اعطت يعني كثير من الامور التي يعني انها اثرت عليها بشكل سلبي جدا على المستوى الاقتصادي والمعيشه والفقر وكذلك القوة الشرائية بالنسبة للطبقة، ولكن هي فرصة كذلك لإعادة النظر في النموذج الاقتصادي المتبنى على مستوى المغرب. أنا أظن أنه يجب أن يكون نموذجا اقتصاديا الآن مبني على استهلاك داخلي بشكل أكبر، على تنمية الطبقة الوسطى بشكل أكبر، على تنمية الاختراع والتكنولوجيا على المستوى المغربي، وكذلك والعمل على أنه يكون هناك اقتصاد له مقومات قوية جدا معتمد على إنتاج داخلي وعلى استثمار داخلي، وآنذاك سيكون له يعني ما يكون له على مستوى التصدير وعلى مستوى الانخراط في العولمة، الذين يقولون بأن هذه نهاية العولمة لا أظن ذلك، ولكن ستكون عولمة من هو أكثر يعني قوة، من هو يعني له إمكانيات بالنسبة للاختراع بالنسبة للتكنولوجيا بالاستثمار المحلي سيكون له قوله وكلمته. واضح. انتهى الوقت مع الأسف سيد الحسن حداد، أشكرك على المشاركة، كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا جزيلا. كذلك للسيد إدريس الفينا جامعي ومحلل اقتصادي كان معنا مباشرة من الرباط، شكرا مشاهدينا على المتابعة، ألتقي وإياكم في موعد لاحق، إلى اللقاء.